FM. الكلمة ليك. فما جانب أنت معناها عندك علاقة به. تذكر أنت لقاء متاعي مع سي أسامة رمضاني وقت في النظام السابق اللي أنا طلبت في الواقع معناها اللقاء سي أسامة باش نقول له حاجة واحدة. اللي هو كان مدير عام تاع التسيير. باش نقول له حاجة واحدة ونقول له يا أستاذ أنتم باش تحملونا وجودنا كقناة مستقلة أو لا؟ كنقول لك بكل صراحة نقول له كم باش تحملونا؟ خلينا ندخلوا السرية وفات الحكاية. معناها مش خاطر هما من جهة يمشي سي بشير التكاري اللويني يقول له ما احنا مش ديكتاتورة، احنا عندنا قناة معارضة تخدم في البلاد. قالها في اللويني وفي نفس الوقت معناها نفس الوقت كل صحافي يخرج من المكتب باش يعمل تحقيق يشدوه فكل الكاميرات وتريح. في الاخر ضاق صدري وقلت لسي برهان، قلت بالله برهان حاول تدبر لي موعد مع اي واحد مسؤول خل نساله سؤال بسيط. قريت فضل يرحم والدي بسي برهان عمل لي موعد مع سي وسام رمضاني. وطرحت عليه سؤال مباشر، قلت له بتحملونا ايه ولا كموش بتحملونا؟ قلت له انا في عمري انا ما لا نخاف منك لا طمع فيك، تو ندخلوا في السريه كلنا وهك الادعاءات نتاعكم كونوا انا ديمقراطيه بدعوه انه فما قناه معارضه تيح في الماء. قال لي سي طاهر انت واش تجيب في الخونجيه؟ كان ما يجيبش الخونجيه معناها الحصص نتاعك والبرامج نتاع الحوار التونسي احتمال تو نكلم الرئيس يعطيك رخصه. قلت له بالحرف الواحد، قلت له سي أسامة شوف ما فماش واحد شاعر بخطورة من استعمال الدين في السياسة قد ينا، وما فماش واحد حريص على تقليص النفوذ نتاع الإسلام السياسي قد ينا. تبقى لا يمكن الحد من انتشارهم بالحديد والنار، هذول الناس فارغين، أعطيهم الحرية أعطيهم الكلمة تو هما بنفسهم من يذوبوا، ما عندهم شيء، ما عندهم يقدموا، مش يقدم للبلاد خلاف معناها واهجروهن في مضاجع واضربوهن، ايش عندهم يقدم؟ دونك الراجل ايفيدامون ما فضلاش على الظهر ينقلها الرئيس السابق معناها كما هي، وبن علي كتب على التقرير نتاعه هو لا يرجى خير من طاهر بن عسير. دونك سي موجوده هذه في التاريخ مولودة. اليوم تقول لي انت انا اكرر واؤكد هذا الموقف مهم باش الناس تعرف هذا الموقف انه اسمك. انا شخصيا ضد اي قمع لاي تيار سياسي. تبقى فيما يخص الاسلام السياسي اللي هو خطير جدا لانه يمزج بين العواطف والمشاعر الدينيه والمعتقدات والمواقف السياسيه، يكفي انه تعطيهم الحريه. الحريه هي كفيله باظهارهم بمظهرهم الحقيقي. هاو انت هاو شوف هم جابوا في 2011 مليون و500 الف صوت، خليتهم يحكموا ولا هاو لو 900 فقط، وهاو تشوف الانتخابات الجاية خليهم انت الشيخ راشد كرم الله وجهه كل مرة يجي يقول صح يقول سدف كل مرة، معناها خليه يتكلم. كان تقمعه تو يولي بطل وضحية. هاوك نهار قالك شو اسمه ذاك داعش الإسلام الغاضب خليه يتكلم، هذيك خلاها في قلبه. ما تعرفش المواطنين ما يعرفوش شنو ماهيته الداخليه. تعرف دي اخطر جمله قالت في تونس انه الدواعش هم الاسلام الغاضب. شو معناه؟ معناه انا كامني كي نشد سلاحي ونضرب على داعشي ضربت الاسلام. معناه تقريبا مش يكفر الداعشي، يكفرني انا اللي نقاوم في داعش. ما وبعدين نلحم الناتن وبعدين كذا وبعدين كذا، خليهم يتكلموا. الطريقة الوحيدة لتقليص دور الإسلام السياسي في المجتمع وفي الحياة السياسية أنه تعطيهم الحرية كاملة لفضحهم فقط. يعني في السياق هذا مثلا نجم نفهم أنك ضد منع نشاط حزب التحرير مثلا؟ شوف هذوك بصراحة ضد
معناها قوائم الدولة التونسية. كيف هنا تفرق انت بين كذا مش اي تو يعني حركة النهضة باغ اكزومبل يقول لك انا الدستور هذا انا شاركت في وضعه، انا معترف بالقوانين، معترف بالدولة التونسية، ما عندك حتى حجة باش تلاحقهم، ما عندكش حجة. تبقى على مستوى التأثير الاجتماعي خليهم يطرحوا معناها برامجهم، خليهم يطرحوا اطروحاتهم وفقط، وخلي الصراع المدني والسياسي مفتوح. اعمل فقط تفسير نصوص يكفي. انت تجي تعمل مش لازم تعمل حمله ضد النهضه، فقط تعمل حمله متاع تفسير النصوص تاع النهضه. قل ما واش يحبوا واش يقولوا الناس وانتم احكموا. اما جاء تيار سياسي معناه يضع موضع الشك، او مش فقط يوضع موضع الشك، يجي تيار سياسي يقول لك انا لا اعترف به، هذا يجب حله مباشره. فماش هذا مش لعب، ما فماش توحد في اوروبا، هي قمه ديمقراطيه في اوروبا. يعني تشوف ايش عاملين مع التيارات التي تمجد الفاشيه والنازيه. ما فماش يعني اذا انت القيم الانسانيه والقيم القانونيه معناها واسس الاسس الدستوريه لقيام الدوله اصبحت موضع شك، ما فماش تردد. وهذه المصيبه الكبرى، انه عندك حكومه او ما عندكش حكومه معناها لا تتردد. وهذا برا طلب من حزب التحرير يقول وضح موقف. شنو وضح موقف؟ شو انت كحكومه تضع نفسك الند للند مع حزب التحرير وتقول له وضح موقف، وكانما معناها شو اسمه محسن مرزوق وراشد الغنوجي يقول وضح موقف. شنو وضح موقفي؟ انا قلتها قدام امام الملأ في الاذاعات وفي المناشير وفي الكتب. شو وضح موقف؟ انت انسان لا تعترف بقوام الدوله التونسيه، ليس لك مكان في الساحه السياسيه التونسيه. يا با هيزيتي، مش تردد. المصيبه الكبرى كما قال لازار الحكرمي، الايادي المرتعشه ولا الغياب الايادي معناها اصلا، هذه مصيبتنا احنا في كل الميادين، في كل الميادين اليوم يعني نعاني من الايادي المرتعشه او غياب الايادي. واضح. كاب اف ام، الكلمه ليك.